مشاهدينا، خلونا نطمن على حالة الطرق في المحافظات المختلفة واستعدادات التنمية المحلية للتقلبات الجوية خلال الفترة الجاية. بينضم لي تليفونيا معالي الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. أهلا بك يا دكتور خالد وصباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. أهلا وسهلا. يمكن يا دكتور خالد كان معنا النهاردة خبر كنا بنتكلم على فتح أكتر من طريق في محافظة البحر الأحمر، فعايزين نطمن على حالة الطرق بشكل عام، وانتوا ازاي حضراتكم بتستعدوا لاي تقلبات جويه، وازاي بيتم التعاون والتكامل مع الهيئه العامه للارصاد الجويه؟ يعني بالفعل يا فندم، زي ما اكد معالي الوزير اللواء شعراوي، انه في ضوء التقارير هيئه الارصاد المصريه الخاصه بحاله الطقس، يعني خليني اقول لحضرتك تقرير غرفه عمليات وزاره التنميه المحليه اللي رابطه مع الغرف المركزية في رئاسة مجلس الوزراء وغرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات المصرية، وبخاصة اللي تعرضت لحالة من سوء الطقس وشدة الرياح أمس. تقرير صباح اليوم عم يعني تعرضت لي أغلب المحافظات من طقس غير مستقر وأمطار على عدد من المحافظات، أدت إلى وجود بعض التراكمات في عدد من المحافظات، ولكن تم التعامل معها. لكن لو جينا بصينا على مستوى مثلا يعني بالنسبة للطرق، بالفعل يعني الطرق تم فتحها، ولكن كان في فيما يتعلق مثلا بسقوط عدد 2 عمود كهرباء وشجره في وسقوط سقف منزل اي للسقوط في محافظه الفيوم مساء امس، سقوط برضو عمود وشجره في محافظه كفر الشيخ، وانقطاع التيار الكهربائي عن محطات الغربيه امس وتم الاصلاح في حينه. وأما في محافظة بني سويف كان نزول سيل إلى مخر السيل بعد ما امتلأت البحيرات، برضو أدى إلى فتحة بسيطة في بدل المخر، لكن تم التعامل معها مساء الساعة 6 مساء أمس، وما فيش أي خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات، وتم التكليف على مستوى المحافظة الوحدات الخدمية زي التموين والتضامن الاجتماعي بأعمال الدعم لأهلنا من قرية سنور الجديدة في احتياجاتهم الضرورية، وده كان في وجود السادة الزملاء قيادات المحافظة والري ومجلس المدينة والشرطة والإسعاف. أما باقي المحافظات المصرية ففي حالة من استقرار الطقس وتوقف الأمطار على جميع المحافظات، لكن الطقس شديد البرودة على أغلب المحافظات ونشاط كان ملحوظ للرياح. على مستوى ميناء الصيد في البرولوس أغلس وميناء العريش البحري بشمال سيناء، دي كانت أغلب الملاحظات اللي خاصة بحالة الطقس. أما فيما يتعلق بغلق طريق غارب الشيخ فضل وطريق الغردقة غارب في الاتجاهين محافظة البحر الأحمر، الزملاء بيشتغلوا على إزالة الإطماء ويفتح إن شاء الله يفتح.